السؤال؟ فعلاً احسبي كتلة عناياك سيادتو الناتجة من التفاعل. نعود إلى المعادلة الموزونة، أنه 1 mNO2 كم يعطينا من CO2؟ 1 مول. إذن نكتب 1 مول من mNO2 يعطينا 1 مول من CO2. أوجدنا إحنا في المعادلة في المثال الأول نفس المثال فرع أولاً، أوجدنا عنا 1 مول. كم قيمة 1 مول عنا إياها؟ تقريباً 29%. إذا عنا إياها 29% من mNO2 كم يعطينا؟ نضرب ضرب تبادلي، 29% عنا إياها ضرب 1، وكم تساوي؟ 29% اللي هي مول من Cl2. مباشرة نعوض على قانون عدد المولات يساوي الكتلة الجرامية على الكتلة المولية. طبعا احنا هون بدنا نعرف لمين عدد المولات بدنا نوجده، للناتجة من التفاعل. اذا 29% أوجدناها تساوي الكتلة الجرامية مجهولة سين على عنا زي ما بنعرفها، اللي هي بدنا نوجدها الكتلة المولية 72 موجودة معنا، وتساوي نضرب ضرب تبادلي برضه. إذا سين تساوي 20 2 8، عنا إياها 88 جرام. استأكد خير.